Als Zahidullah mag ich Khaled Bouzan für die Süddeutsche Zeit in Almanien und Test das Leben in Deutschland. Das Süddeutsche nennt man die letzten vier Wochen vor Weihnachten: a. den Buß- und Bettag, b. das Erntedankfest, c. die Adventszeit, d. aller Heiligen. Für Kraanes Süddeutsche Zeit für Almanien ab dem Eid der Mielaid, Weihnachten, أربع أسابيع قبلها ببلشوا بيشعلوا كل أسبوع شمعة واحدة لمدة لبين ما يصيروا أربع شموع بيصير فاينختن هذا تقليد قديم يقال أنه تم اختراعه أو هي فكرة كانت لشخص في هيم فكان الأولاد يسألوا إمتى بيجي عيد الميلاد إمتى يجي عيد الميلاد فهو اخترع هالفكرة أنه كل أسبوع بيشعلوا شمعة واحدة وبالتالي الأطفال بيعرفوا أنه بس صاروا أربع شمعات فبيكون أجل فايناختن أو عيد الميلاد فهذا تقليد في ألمانيا هو عبارة عن مثل هيك خنس يعني عبارة عن إكليل بيحطوا فيه أربع شمعات وكل أسبوع بيشعلوا شمعة واحدة بس صاروا أربع شمعات بيكون صار وقت أو عيد الميلاد نص السؤال حرفيا إن دويتشلاند في ألمانيا ننتمان يسمى أو يسمي المرء دي الآخرة يعني في وخن الأسابيع الأربعة الأخيرة في فوخن فو قبل فاينختن قبل عيد الميلاد إذا إيش اسمها هي المدة الزمنية الأربع أسابيع قبل عيد الميلاد أ دين بوس و بيت تاك. هذا يعني البوس تاك يعني عيد الكفارة والبيت تاك مثل عيد الرحمة يعني أو الصلاة طبعا هذا المو مقصود فيه هذا كمان عيد ديني مسيحي للكنيسة الإيفانجيليش يعني كمان بألمانيا وليس الكاثوليك الاحتمال الثاني داس انت دانك فيست الانت دانك فيست شوفوا اذا مفكك هالكلمه فيست يعني عيد بتعرفوا انت الانت هي الحصاد يعني الشيء الذي تم حصده دانك يعني الشكر يعني عيد الشكر هذا يسمى الشكر لشو انه تم الحصاد وانه حصلوا على الموسم طبعا فبيعملوا هذا التقليد كمان عيد جاي من امريكا بشكل رئيسي بيحتفلوا فيه يحتفل به ايضا في المانيا حاليا بس ارنت دانك فيست اذا هو عيد الشكر للحصاد الاحتمال الرابع دي ادفنت سايت سايت هو الزمن او المده والادفنت هي هاي الوقت الاربع اسابيع قبل عيد الميلاد وهو الجواب الصحيح هذا الجواب اللي عم نبحث عنه اللي هو ايش إش ايش اسم الاربع اسابيع الاخيره ان دوشلاند تننت نسمي ايش نسميه؟ الاربع اسابيع الاخيره قبل عيد الميلاد الادفنت سايت يعني وقت الادفنت او وقت الحلول الاحتمال الرابع الاله هايلين كمان هذا عيد ديني مسيحي وعيد القديسين كمان بس لكن نحن العيد اللي عم نبحث عنه او الزمن اللي عم نبحث عنه اسم هذا الزمن هي الادفانس سايت اللي هي الاربع اسابيع الاخيره قبل عيد الميلاد بتمنى اكون وضحت لكم هيك الفكره هذا تقليد يمارس في المانيا قبل عيد الميلاد الاربع اسابيع بيشغلوا كل اسبوع شمعة كالعادة الاسئلة الرسمية موجودة على الصفحة فيكم تتدربوا على الاسئلة تمنياتي للجميع بالنجاح في الامتحان وتحياتي لكم الى اللقاء في الدرس القادم